بسم الله. السلام عليكم. حنا درنا واحد الزياره هاد العشيه هادي لطواحي مدينه عزرو لواحد الضيعه ديال الخوخوش ديال اللي كنا كنديروا التتبع ديالها بعد ما درنا لها التقليم ديالها وبعد ما درنا التدخل ديالنا بلوكير ميتال كونتر لي مرادي فونجيك. وحنا ان شاء الله ونطوندو ان شاء الله حتى لكون فلومونجيوس باش نعطيو عاود تريتمون ديال لي زويل مينيرال باش يمكن لنا نقضيو على جميع الحشرات اللي كيكونوا ديابوز ولا اللي كيكونوا سو فورم دو كوشني ولا شي حاجه. هذا هو اللي لكن بعد ما درنا لا لاطاي اون فيغ في لو موا دو سبتمبر 2020 حنا غادي نديرو عاود واحد لاطاي يكون ليجير دو كوريكسيون الا كان شي حاجه لسيناها ولا شي حاجه اللي خصها تعاود وتصوب وتعوض. هادشي باش جينا اليوم نشوفوها شاهدوها. وحنا دابا في هاد اللحظه هادي هانتوما كيما كتشوفوا تساقطات ثلجيه الحمد لله اللي كطيح في هاد اللحظه هادي من في ضواحي مدينه عزرو اللي لا تمبيراتور وصلت ل 1.5 دوكري والارتفاع ديالنا 1400 دالتيتود. شاهدوا تبارك الله تساقطات ثلجيه ولله الحمد في هاد اللحظه هادي. وهذا العام الحمد لله لي زور دو فروا ديال شاك اسبيس وشاك فاريتي ديال الاشجار البوتيره غادي تكون موفره ان شاء الله والله يكمل بخير. وهاد الشتا هادي جات واحد الوقت مناسب مع الثلج باش تكون واحد تحسن في المياه وفي الابار وفي المراعي وعلى زراعه الحبوب وكذلك والاشجار المثمره ان شاء الله. والله يزيدنا في الخير ونتمنى ان شاء الله يكون الخير القدام. تحيه لكم دائما من ضواحي مدينه عزرو اقليم فران من هرب موحه وزير سابق بصلاحة حمايه النباتات انصاد عزرو. السلام عليكم ورحمه الله.